انا قلت في الانترو يا استاذ شناوي ان الاهلي هيكسب الاتحاد، هو الراجل قال 50-50، انا قلت هيكسب الاتحاد بقى. ده احلامي وتوقعاتي وجزء من اللي قاله الشناوي انه الاهلي متمرس والاهلي جامد وكل الكلام ده كله. وسجلت ان يوم 6 من الشهر 6 سبتمبر انا قلت ان الاهلي هيكسب الاتحاد عشان نرجعها تاني. تتفق ولا تختلف عشان تسجل معايا؟ انا عايز اقول لك حاجه بس، هو اللي بيراهن على الاهلي دايما بيكسب. حلو. اللي بيراهن على الاهلي دايما بيكسب. حلو. ومفيش حد كسبان. انت كده كده كسبان باذن الله. والاهلي خاض معارك زي دي كتير قوي. يعني الاهلي برضه معارك كرويه. معارك كرويه الموضوع. اكيد مش معارك. لا ايوه. خاض معارك زي دي كبيره قوي يعني طبعا. زي مونتري المكسيكي مثلا على فكره نادي كبير قوي ونادي عنده القيمه التسويقيه بتاعته برضه عاليه قوي. لعب قصاد بالميراس، قصاد بايرن ميونخ، قدام فلامينجو، قدام ريال مدريد، احنا عملنا ماتش جامد قوي. فالاهلي بقى عنده خبره والسكواد الموجود دلوقتي بقى عنده خبره كبيره قوي، يعرف يتعامل مع الماتشات اللي زي دي بكل اريحيه. نضيف عليهم مارسيل كولر بالظبط. وفي حاجه راسهم يعني، ومارسيل كولر في حاجه طبعا يعني شاكر اتكلم فيها وبشكره طبعا، فكره ان الاتحاد عندهم لعيبه جامده قوي بس لسه الفريق مش جامد قوي. هو المشكله هي عقبال ديسمبر هتبقى جامد. ما هو حتى الان حتى الان احنا لسه بينسجموا. ان شاء الله ما ينسجموش. ينسجموا. فالاهلي لا، هو الاهلي فريق قوي معاه مدير فني قوي، معاه لعيبه متمرسه، معاه اسم، معاه تاريخ، معاه فانيلا، معاه جمهور هيحضر. فالاهلي يعتبر هيبقى حاضر بكل الاسلحه بتاعته. واعتقد لو رجعنا فتره او النسخه السابقه او اللي قبل السابقه لما نيجي قلنا ان احنا هنقابل الهلال، اعتقد ان الكفه كلها كانت بترجح مين؟ طبعا الهلال، لان القيمه التسويقيه كانت عاليه. عالية 60 مليون كان ضعف، اعلى بكتير، كانت ضعف ضعف. لما كنا بنقابل فلامينجو لولا بعض الاخطاء الفرديه اللي نتجت من لعيب احنا كنا ممكن نكسب الماتش. فانت قابلت بعض الفرق اللي عامله زي الاتحاد دلوقتي بشكلها الحالي وقدرت ان انت تتعامل معاها بشكل كويس قوي. فانت ليه ما تتعاملش مع الاتحاد؟ لا، انت عندك فرصه كمان ان انت تكسب الاتحاد. وعايز اقول ان هي ممكن توصل ل 50-50. ايه المشكله لما تبقى 50-50؟ لا، الاهلي قادر، الاهلي باسمه بتاريخه ببطولاته بكل حاجه، الاهلي يقدر يعمل حاجه في كاس العالم السنه دي. وانا اتفق طبعا معاك في فكره ان الاهلي لا اسمه موجود، وارجح كمان النادي الاهلي يعدي الاتحاد ان شاء الله ان شاء الله.